عم تغني اليوم احلام كان بدها تقلي شيء. قلت لها ما تكلميني. بتقلي لي اياه ديركت لقلو. تفضلي. حسن انت قبل ما تكون صوت حلو انت كاركتر حلو على المسرح، هذا ما في شك. بس الفنان في بعض الاوقات في بعض الاحيان، انا اليوم حسيت ان انت قاعد قد ما تقدر تحاول تغني الخليجي، وانا حسيت انه انت قاعد تغني خليجي صح، لكن انا ما عجبني ادائك في المغنى. دائما الاسترسال في الغنى يعني هو اللي بيبوظ كل الغنى. يعني الغنى لازم يكون، ليه احنا في المغنى في شيء اسمه مذهب،
في شيء اسمه كوبليه، في شيء اسمه الكوبليه، وبعدين في الفاينل اللي هو القفله. انا ما حسيت من دخولك وانت بتقول ليله، وبعدين لما تقول ليله وانت بتمول فوق، بحسك ان انت مو قادر، الميكروفون كثير قريب منك، حاول ان انت تسلطن حتى بعيد شويه عن الميكروفون، لان الميكروفون بعض الاحيان في فنانين كثير بيخافون من قرب الميكروفون منهم. هذه الملحوظه الوحيده اللي لاحظتها عليك اليوم، ما حسيت ان انت غنيت مثل ما تغني دايم. الاغنيه اللي يكون فيها احساس في الغناء لازم يعني الابتسامه او الضحكه الزايده على المسرح وانت بتغني اغنيه في قمه الرومانسيه وقمه يهبط من غناك على المسرح. اتمنى يعني ان انت تاخذ هذه فعلا بعين الاعتبار عشان تكون افضل الاسبوع الجاي. استاذ حسن يعطيك العافيه. لحظه، فيما يخص موضوع الاسترسال، يعني تفهمت مع المايسترو إلي العليا اللي يعني عندنا وقت مربوطين به، استاذ احلام عندنا وقت مربوطين به يعني في الاغنيه، يعني لازم معناها قررنا باش من الاعادات نتاع الكورال. لا هي مش وقت يعني، هي مش قصده الاعادات، الاسترسال غير الاعادات، قصده الكلام انك انت عم تسترسل بشكل خاطئ مع نوع الاغنيه، مش بالنسبه للاعادات للرفران او للكوبلي. على العموم بدي اطلب، ما في شك ان انت تغني حلو، يعني انا ما عندي شك في هذا الكلام، بس انا عندي يعني انه من اول قلت ما ابغى اعيد نفس الكلام اللي اقوله، احنا انا اقول ان لكل مقام مقال، انا ما ممكن اغني اغنيه فيها هذه رومانسيه وانا واقفه اضحك، لا خليني يكون عندي ركوز قدام الميكروفون، يكون الميكروفون له هيبته كمان لما بغني له، كاني انا بخاطب الميكروفون، كمان قرب الميكروفون كثير منك، شوف ما بيحسسك ان انت بس لما بتعمل هيك وبتقول خلاص. استاذ حسن تفضل، بس لو سمحت باختصار الوقت عم بي لا انا عايز اقول حاجه بس سريعا. دكتور عبد الرب يا مفتري، بتغني الدكتور عبد الرب ادريس، انا كنت محظوظ ان انا من اول ما ابتديت ان انا اتعاملت مع الفنان الكبير دكتور عبد الرب، وانا شخصيا اتعلمت منه، ويعني انا كنت محظوظ ان انا اول ما ابتديت اشتغلت مع الراجل ده، فيمكن انا اتعاملت معاه بشكل شخصي، وانا اخر واحد ممكن اتخيل ان انت تغني له صراحه. انا شايف ان دي اغنيه انت المفروض ما تغنيهاش، انت بتغني المينيمم يعني الاقل شيء بتقوله كويس، ولما بتبقى عاوز تسترسل في حاجه الاغنيه بتبوظ، يعني الحتت اللي انت حاولت فيها يبقى فيها عرب وفيها، انا دي بالنسبه لي ده كان بالنسبه لي اوحش حته في الاغنيه، الحاجات اللي انت كنت بتغنيها المينيمم بتاع الاغنيه كان بالنسبه لي مقبول، لكن انت اخترت اغاني لايقه ليك اكتر، اختيار سيء جدا صراحه. بالنسبه لي حسن، انا كلنا بنحبك وانت شخصيه كثير قريبه من القلب ومحببه، بس باختصار بقول لك انت كنت غير محظوظ باختيار الاغنيه، او يمكن ما تدربت عليها كثير، ولو انه انا بعتبرك موهبه جيده. يعطيك العافيه. أحسن. حسن، يعني من بعد ما سمعنا اراء لجنه الحكم، انت ندمت لانك اخترت هالاغنيه؟ لا اكيد لا، اخترت اغنيه قريبه من قلبي برشا ونحبها برشا. بس انا عندي سؤال حسن، انت دائما بتعطي انطباع انك مرح وعندك كاركتير وبتعمل مقالب باصدقائك، بس انت بالحقيقه كثير ملتزم وكثير جدي وبتساعد اصدقائك بالتمارين، يعني بتدق لهم على العود تايدي يغنوا ويلقوا بشكل جيد، طب ليه دائما انت مصر تعطي هالكاركتير انه انت شخص مرح ومهضوم وهيك كل الوقت عايش الحياه الى اقصى يعني الحدود؟ قولوا لي مقبل لي عندك انفصام في الشخصيه، يعني كانت شو دائما اجوبتك صريحه حسن. علاش يعني ساعات تشوف شخصيتين، اما يعني الاثنين موجودين فيها. إن شاء الله موفق حسن، صوته لحسن رقمه 7 بالبرنامج، أكيد التصويت بيبدأ بآخر الحلقة.